فلأن مثل ما احنا ملاحظين هني الوقت قاعد يمشي، فالطالب يجاوب الإجابة مثلا هذه، هني مثلا يقول له لا غلط، الإجابة مو إجابتك هذه مو صح. فكذلك هني يبين عندنا ان مثلا الطالب جاوب إجابة خاطئة او صحيحة. فكذلك اذا كان اكثر من لاعب يبين عددهم بالترتيب، من اللي جاوب صح اول والى اللي ما جاوب. فهذا ما تناولناه في برنامج الكاهوت، برنامج جدا جميل، انصح في ذلك البرنامج. وشكرا لكم.